السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بلوج جديد اتفرجوا علينا يا جدعان، احنا بنصور ازاي؟ بس دي كواليسنا، يلا بينا. انا مش لاقيش برضو يا ولد. البس يا بيه، البس يا باشا. الشغل عادي بنتعب يا جدعان من كتر التعب، مش قادر اغسل المفتاح. لا العظيم حاجه معفنه. ولا حماسي سداد. البس يا عم خلص. بعد الشمسي في الشمس. باشا مصر احمد الشقة، احمد الشقة. بس ان انا امير قرارة في نفسي، هو ده قرارة. ماله عمل كده ليه؟ اتفرج على احمد عز لما يبقى فنان. ولد ولد اجرى فضل. دي الشغل الكبير ده النزاع. النزاع عايزة منك ايه؟ حمادة هيشوفها في الفيديو هيتجاب. النزاع عايزة منك ايه؟ حمادة هيشوفها في الفيديو. حمادة المعلم احلى مسا على حماده وجرفتتك معاه نسيتها. اقفل بقى ونكمل تصوير واحنا بنصور. طيب كده اتصور. No, no, no.
يا ابو الرصة تحداني على اللعبة دي اللي جابها يكسب. قبل ما نلعب ما تجيبش في سهاده قدام جاي يا حمد المعلم هيمكخني قرفتيته يعني قرفتيته فتح بقك ليه كده زي ما تبدأ انا ابدأ اتفرج عليا اتفرج بس اتفرج وريني ومعانا مجاهد تعالى هنا يلا خش ولا ابوك خد ده انا لعبت صح خدها جهد وفولته ولا مروان السباحه دي 100% معانا حلو يا ابني بص المره دي ده راجل سكه
المرة دي تمسكها على طول من غير ما تعمل أي حاجة. تاني حاجة. كده كده ماشي كده يا الله. يا الله.